كان يباغتون القوة الأمريكية بهجوم جديد، والبنتاغون يردد على الفور بعد أن كان يهدد، بينما فرنسا تتنصل من الانضمام للتحالف في البحر الأحمر. ماكرون يحذر تل أبيب، فيما ألمانيا تمد العبريين بالذخائر لمواصلة الحرب. مقترح داخلي في تل أبيب لسحب الثقة من حكومة نتنياهو. الفصائل تحدد شروطها لإدخال الأدوية للرهائن المحتجزين في القطاع، ومشروع عربي لإدانة إيران. انتخابات تايوان تعيد توتر المنطقة إلى الأضواء مع الصين، وواشنطن تعلنها للعلن ليس لدينا وعاء سحري يمكننا من خلاله تمويل أوكرانيا، وبيلاروسيا تتبنى العقيدة النووية، وكييف تتهم الغرب بتزويد روسيا بمكونات عسكرية. الدولة أساس الاستقرار. البداية من البحر الأحمر، حيث كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أن بلاده قررت عدم الانضمام إلى الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة في توجيه ضربات ضد الحوثيين اليمنيين لتجنب التصعيد. هناك أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في حديث لراديو سبوتنيك أن التحالف الغربي لا يأخذ في الاعتبار مقتل المدنيين في اليمن ودول أخرى، لأنه يتطلع بعد ذلك إلى إعادة كتابة التاريخ بما يناسبه، وقالت: يقصفون أي هدف في اليمن غير آبهين بالمدنيين متطلعين لإعادة كتابة التاريخ. وبعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت تصنيف حركة أنصار الله الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية عالمية في قرار سينفذ بعد 30 يوما، ورد الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام مؤكدا أن القرار الأمريكي الأخير لن يؤثر على موقف الجماعة الثابت الداعم لشعب القطاع، كما أرجع القرار الأمريكي الأخير إلى أغراض سياسية، وشدد على أن القرار لن يكون له تأثير كبير على الأرض، لأن اليمن خاضع لحصار اقتصادي أمريكي أصلا منذ سنوات، وها هو المصدر يتحدث. قبل ذلك كان مسؤول أمريكي قال لقناة الجزيرة إن سفينة تجارية مملوكة لشركة أمريكية تعرضت لهجوم من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وأصاب الهجوم السفينة ولا يمكننا الإفصاح عن السلاح المستخدم وأي أضرار محتملة وفق تعبيره. كما أعلن الحوثيون استهداف سفينة جينكو بكاردي الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، مؤكدين أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة. وكان البنتاغون رد بأن على الحوثيين أن يسألوا أنفسهم كم سيتعرض من قدراتهم للتقويض جراء هجماتهم غير المشروعة. وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر: لن نتردد في الدفاع عن قوتنا والتجارة الدولية في البحر الأحمر. هناك قالت شبكة CNN إن عددا متزايدا من شركات التأمين تفرض تغطية السفن الأمريكية والبريطانية والعبرية في البحر الأحمر. خلاصة الأمر تأتي من الغرب هذه المرة، حيث كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال إنه لن يكون هناك أي تكامل إقليمي بالمنطقة دون الاعتراف بدولة فلسطينية، ويجب تطوير سلطة فلسطينية قادرة على الاعتناء بشعبها وفق تعبيره. ولنتصفح المصدر. في القطاع، أعلن عضو المكتب السياسي للفصائل موسى أبو مرزوق عن شروط جديدة لتسليم الأدوية للرهائن، حيث نشر في حسابه على منصة أكس أنهم وضعوا عدة شروط، فمقابل كل علبة دواء أي للرهائن 1000 علبة لأبناء شعب القطاع، مضيفا أن توفير الدواء عبر دولة يثقون بها وليس عبر فرنسا. وقال أبو مرزوق أنه من ضمن شروط منع تفتيش شحنات الأدوية من جيش العبريين. على ذكر فرنسا، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن استمرار الكيان في شان عمليات عسكرية دقيقة بما يكفي في القطاع يطرح خطرا على أمنها على المدى الطويل. بالمقابل، كشفت مجلة دير شبيغل الألمانية أن برلين تدرس تزويد الجيش العبري بذخائر الدبابات اللازمة لمواصلة الحرب في القطاع، ودعم تل أبيب في جميع ساحات الحرب القتالية الإقليمية التي تحيط بها. وإليكم المصدر. داخل العبري، قالت القناة 12 العبرية أن حزب العمل سيقدم مقترحا لسحب ثقة من الحكومة بسبب عجزها عن استعادة الرهائن. فيما أفاد الكاتب العبري بي مايكل بأن لو تم توصيل جهاز كشف الكذب بفريق الدفاع العبري لانهارت شبكة الكهرباء في لاهاي، مشيرا إلى أن تل أبيب أنكرت لسنوات وجود الشعب الفلسطيني وبذلت جهودا حثيثة لإنكار وجوده. وأضاف في مقال لصحيفتها أرتس إن تل أبيب رأت في تلك التهمة فرصتها للتركيز على محاولة لدحضها، وبالتالي تحويل النقاش عن جميع الفظائع الأخرى التي ترتكبها في القطاع. عربيا، طرحت جامعة الدول العربية
الغربية مشروع قرار للتصويت بشأن إدانة الضربة الإيرانية التي استهدفت أربيل شمالي العراق. وإلى شرق آسيا، حيث أسفرت نتائج الانتخابات في تايوان عن فوز لاي تشينغ تي المؤيد لاستقلال الجزيرة، ما يشير إلى استمرار التوتر في المنطقة. وفي المقابل تتوقع بلومبرغ أن تصل خسائر الاقتصاد العالمي إلى نحو 10 تريليونات دولار في حال اندلاع حرب بين تايبي وبكين. بينما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن أي صراع حول تايوان سيكون له عواقب وخيمة، لأن نصف التجارة العالمية الدولية يمر عبر مضيق تايوان. تنصل أمريكي. الغرب يشد الحبل ثم يرخيه قليلا ليعود الشد من جديد. هنا قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة مع شبكة CNBC: ليس لدى الولايات المتحدة وعاء سحري يمكنها من خلاله تمويل أوكرانيا دون تنسيق الطلبات في الكونغرس. فيما قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو في مؤتمر صحفي مع نظير الهنغاري فيكتور أوربان إن المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا لا معنى لها ولا تؤدي إلا إلى المزيد من ضحايا الصراع. وكانت الحكومة الألمانية أعلنت أن برلين ستقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة تزيد عن 7 مليارات يورو في العام الحالي. هذا وأفاد عضو البرلمان الأوروبي الأيرلندي ميك والاس خلال اجتماع للبرلمان الأوروبي بأن رغبة الغرب في الصراع مع روسيا دمرت أوكرانيا. هنا اعترف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بأن الاقتصاد الألماني لا يتلقى أموالا كافية بسبب الإنفاق على دعم أوكرانيا، مضيفا أن ألمانيا في وضع صعب للغاية حقا لسببين: أولا، على عكس الدول الأخرى كانت امدادات الطاقة لألمانيا مبنية على حد كبير على الاعتماد على الغاز الروسي، وقد أعطانا هذا ميزة تنافسية في الماضي وكان مربحا للغاية. من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بريطانيا أقنعت الأوكرانيين عبر رئيس وزرائها السابق بوريس جونسون بإنهاء مفاوضات الحل السلمي التي عقدت قبل نحو عام ونصف في إسطنبول، وهنا المصدر أمامكم. أما نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيدف فصرح أن احتمال نشوب نزاع جديد مع أوكرانيا بنسبة 100%، وذلك بغض النظر عمن يتولى السلطة في كييف وعمن ستدخل تلك الدولة في التحالف معه. في الطرف الأوكراني صرح مكتب الرئاسة الأوكراني لوكالة رويترز بأن الشركة الغربية زودت روسيا بمكونات إلكترونية بقيمة 2.9 مليار دولار على الرغم من سريان العقوبات. ولننتقل إلى ميدان المعارك، حيث صرح وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكرانية ألكسندر كامشيان بأن القوات الأوكرانية استخدمت لأول مرة نظام دفاع جوي هجين يتكون من عناصر من الأسلحة السوفياتية والغربية. فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي بأن الجيش الأوكراني خسر نحو 655 جنديا بين قتيل وجريح خلال 24 ساعة. ليفيد الباحث وعالم السياسة في جامعة شيكاغو جون ميرشايمر بأن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على شن هجوم مضاد جديد، موضحا أن الغرب لن يتمكن بعد الآن من تصليح وتدريب الأوكرانيين حتى بحلول عام 2025، ولن يتمكنوا من مقاومة الجيش الروسي بحسب سبوتنيك. وبعيدا عن أوكرانيا، كشف وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين عن تبني بلاده للعقيدة النووية، وقال إن بيلاروسيا ستطرح عقيدة عسكرية جديدة تنص على استخدام الأسلحة النووية للمرة الأولى في تاريخها.